أشكركم على تحسيني النقل، فإن النقل يؤثر كل شخص يومياً. كنا في سيارة أو قطار أو نتجول مشياً على الأقدام. وهذا ينطبق أساساً على أصحاب الهمم الذين يواجهون صعوبات في البنى التحتية من القرن العشرين التي لم تلبي احتياجاتنا. في المدن من حول العالم فهناك طرق يصعب التجول عليها، والباصات والحافلات لا تسهل النفاذ إليها. وأعرف أن دولة الإمارات تعمل جاهدة لتبدل ذلك، وهذا ينطوي على تغيير التسمية لتسمية ذوي الاحتياجات الخاصة أصحاب الهمم. وأنا أعرف أن أصحاب الهمم من حول العالم مصرين على الوصول إلى حقوقهم المتساوية والنظر إليهم على أنهم متساوين.